في خطه عملها قناه العربي وقنوات الاخوان شرق ومكملين. ايه الخطه دي؟ خطه جديده، خطه جديده بنكشف عنها. من القنوات الاخوانيه اللي هي الشرق ومكملين والعربي، ان هم جذب وتفتيت القوه الناعمه للدوله المصريه اللي نقدر ناخده بفلوس نجيبه عندنا، زي الواد لهبه الممثل اللي شغال عندهم، اللي نقدر نجيبه ونعمل له حلقه بفلوس ماشي. محاوله جذب وتفتيت القوه الناعمه من خلال هذه القنوات دي خطه جاري تنفيذها الان. فوجئت ان ادي اللوجو بتاع قناه العربي، الناس اللي مش عارفه تعرف هذه القناه قناه اسرائيليه بيملكها اسرائيلي اسمه عزم بشاره، خشوا على جوجل واكتبهم، انا ما بلفش. هذه القناه قناه اسرائيليه شغاله فيها مين؟ ليليان داوود اللي احنا طردناها واحنا بنتطهر اعلاميا. قابلت مين؟ قابلت عصام حجي. والنهارده المشكله اني لقيت برومو لحلقه للفنان المحبوب، فنان الشعبي التاريخي بتاعنا احمد عدويه. احمد عدويه في قناه العربي بطلوه ده واسمعوه ده. احمد عدويه انا قعدت اقول لزمايلي مش معقول مش ممكن، جابوا لي البرومو بتاع الحلقه اهو. ادي الفنان احمد عدويه، فنان الشعب محبوب، قوه ناعمه، شاء من شاء وابى من ابى، هذا الرجل محبوب اهو حلقه كامله مع مين؟ في قناه العربي. انا بقول وبحذر وبنبه الناس المخلصه الوطنيه اللي ربما مش عارفين، بقول لنقيب المهن التمثيليه والغناء والموسيقيين، يا خلوا بالكم، خلوا بالكم من قوتنا الناعمه، القوه الناعمه لمصر للمطربين والفنانين وما شابه، دول امانه المفروض ننبه الناس. ما يجيش اي واحد وكيل من بره اعلاني ولا اعلامي ياخد تسجيل من هؤلاء ويتذاع عند هذه القنوات. انتبهوا انتبهوا لهذه الخطة الإخوانية لمحاولة تفتيت القوة الناعمة من خلال استضافتهم على قنواتهم. وأنا بفتكر الأستاذ سليمان جودة وبقول لما راح قناة مكملين ولا قناة الشرق، بقول تاني إنه هؤلاء هذه القنوات بتاخد شرعية من وجودنا عندهم. أرجوكم احذروا.